الرابطة العالمية، الأكل دون المخدرات. المسابقة العالمية عبر الإنترنت مايا، أخرج من الوهم. معنى كلمة المايا باللغة الهندية القديمة السنسكريتية هو الوهم. الوهم بأحاسيس غير عادية هو بالذات من يجذب الملايين من الناس في كوكبنا لتعاطي المخدرات. علمنا الآن على شفة الكارثة الإدمان، وعدد المدمنين على وهم المخدرات واصل لأرقام مهولة. في الثاني من فبراير العام 2012 شرعت المنظمة العالمية للعقل من دون المخدرات وكتجسيد لبرنامج بعمر 50 سنة في مكافحة المخدرات تحت شعار لا المخدرات الثقيلة. يبدأ النسخة الثانية من مسابقة العالمية عبر الإنترنت مايا، والتي يكون هدفها في إزالة الستار عن حياء مدمنين المخدرات وإعطاء فرصة للجميع باستماع الحقيقة من المدمنين أنفسهم ومن أسرهم، مما سيساعد البشرية في اكتساب مناعة واعية أمام المخدرات. طبيب الحياة، هكذا سمي الشخص الذي عاد الحياة المثالية إلى 16,000 مريض بطرقه العظيمة لإعادة التأهيل. إنه ذلك الشخص الذي تقدم لتحمل المسؤولية وشارع بالمسابقة مايا العالمية. وتتضمن المسابقة 4 فئات: الفيديو، الصور، الرسم، والاعترافات. أخرج من الوهم وأربح 15,000 دولار. دعم الزعماء الروحيون لجميع الطوائف الدينية الكبرى في العالم مسابقة المايا عبر الإنترنت، بالإضافة للسياسيين، الفنانين، والخبراء في مجال الإدمان. أثناء المرحلة الأولى من مسابقة المايا بنسخها الروسية، قد انضم أكثر من 100,000 شخص من 97 دولة إلى هذه الحركة العالمية. هذه المرحلة من المشروع ستمكن أي شخص معنا في العالم وأينما كان من التقدم بسؤال لمختلف المختصين الرائدين في المجالات علم النفس والإدمان والسياسة والعلوم الاجتماعية والقانون، بالإضافة حتى إلى مجموعة من المدمنين. نحن جميعنا وبإيد واحد من خلال هذا الحوار المفتوح والشيق سنتمكن من خلق مناعة واعية أمام شبح المخدرات، وهذا ما يمثل الهدف الأساسي لبرنامج المنظمة العالمية للعقل من دون المخدرات. أخرج من الوهم وأربح 15,000 دولار. شارك في المسابقة الدولية عبر الإنترنت مايا، ومعا سندمر عالم الأوهام للمخدرات.